الله اليوم تنعيش واحد الفرحة كبيرة، لأنه أولا الجمعيات ديالنا غادي تحتفل احتفلت اليوم بالسنة العاشرة ديالها تزامنا مع العاشر الأواخر في رمضان، فهذه شي حاجة كبيرة اللي الله سبحانه وتعالى سخرها لنا ووفقنا باش تكون في اليوم، لأننا كل عام تنحتفلوا بتأسيس الجمعيات ديالنا تنديروا حملة كبرى، واليوم صراحة الله جا واحد الكم كبير اللي جا التبرع والحمد لله، هذه فرحة كبيرة، ويشرفوني كرئيس الشرفي ديال الجمعية التبرع لذوي الأصناف النادرة، واحد الفرحة كبيرة. الناس واخا رمضان وجههم في الابتسامة فرحانين باش يديروا واحد الخير في هذه العشر الأواخر، فهذه شي حاجة كبيرة، وتتشرفنا وبغيت نشكرهم بزاف للناس اللي جاو ولا الناس اللي سمعوا الأخبار ديال التبرع في الانستغرام ديالي وجاو، فتنشكرهم بزاف والله يجازيكم بخير، تنشكركم وتنتمنى لكم بهذا العمل اللي درتوه، الله يجازيكم بخير والله يوفقكم لما خير ان شاء الله. صراحه الله هذا رمضان هذا دوزناه شويه احسن من رمضان اللي فات، نعم الحمد لله القضيه مرخوفه وكانوا زعما كنا شويه تنقدروا نمشيو نشوفوا مالين الدار قبل من المغرب وهذا، ونتقداو الوالده اللي خصها شي حاجه وكذا وكذا ماشي قبل، فالحمد لله كاين تحسن ان شاء الله، ورمضان الجاي ان شاء الله غادي يكون مشاهد الوباء ونقول لك دوزتو هضره دوزنا عارف بيان سيغ ان شاء الله يخرج الوباء كما تتعرف حنا اخر وحدين غادي يقدروا يديروا السبيكتاكل لانه تماك فين تيتجمعوا الناس. كنا تنفكروا زعما من بعد ان شاء الله يديروا لينا شي سبيكتاكل فيه كرسي وكرسي لا، ولكن واخا هكاك تنتمنى تكون شي حاجه باش نقدروا نشوفوا الجمهور ديالنا كما تنقولوا حتى حنا توحشنا بصراحة توحشنا السهرة ديالنا، توحشنا نشوفوا الناس وليداتهم جايبينهم بناتهم جايب موتة تفرج تضحك، فماشي رانا حتى كاع جميع الفنانة إن شاء الله إلا خرج هذا الوباء بإذن الله السميع العليم كاين ما يدار، هذه الجلسة اللي جلسنا جمعنا فيها بزاف ما يدار. درت واحد الفيلم اللي هو فاطمة، وكان لي الشرف أنني مثلت مع الأستاذة الكبيرة ديالنا لارا من مراكشي فضيلة بن موسى وداز في السينما، وان شاء الله غادي عندي افكار انني ندير شي فيلم. بالنسبه لاخر بالنسبه للتجربه اللي دوزتها في التقديم مع الاطفال فهي الحمد لله من بعد تفهمات وعرفوها الناس وكذا، ولا برنامج عائلي ودازوا فيه بزاف الميساجات زوينين، وكاين حنا دايرين سميتو الكونترا الثانيه باش ان شاء الله نصوروها، تنتسناو غير الكونفيرمون باش نمشيو نصوروا. من هذا المنبر بغيت نقول لكم رمضان كريم، وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي يخبيوه عيد مبارك سعيد اللي يدخل لكم بالصحه والسلامه على جميع المسلمين وخاصه المغاربه المقيمين خارج ارض الوطن وداخل الوطن، تنسلموا عليكم ورمضان كريم وعيد مبارك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.